كادغي اللي تي اسكورتي يا خويا العزيز بالبروتوكول تعريشة بدلتونا وش اكو ديرو. نحكي لك 22 فيفري بريسيزمون نشفع عليه كيما اليوم. خايفين الناس، الناس قالك راح تغلط نهار تاع ايبوغليسيمي 22 فيفري. الصلاه راك تقول باللي زعما هاد الناس حيخرجوا دوكا، بالك تكمل صلاه كل واحد يروح لدارهم. يبوم شغل تاع امام سلم، تشوف الناس قاع في التليفونات تاعها، وين راك وين راك وين راك. يجي ديريكتومون الريفلكس جيب التليفون باش ندير ان ديريكت. شغل حسيت باللي الصحافه لي تيليفزيون مش حيكونوا معنا. مي دابور لو 16 فيفري خرطه صافي كومونسي كو سا كومونسي لا با ان فيت با اوبليي سا فور كالكان منك ديزون 10 سنين رفيد على الدرابو الجزائر. Et j'étais pas le seul parce qu'à c'est vraiment les jeunes, surtout dans la région de la Kabylie, qui avaient perdu foi carrément de sa manière que c'est d'ailleurs. Ma mère m'a surpris avec le drapeau algérien. Elle me regarde et me dit depuis quand? Depuis quand toi tu portes le drapeau algérien? Malheureusement, ils ont refusé le 22 février même parce que j'ai sorti à 9h du soir. Je suis allé me dire est-ce que les gens sortent ou non. Jusqu'à où ils jouaient à 3h de l'Algérie, il y avait un policier qui m'a dit qu'ils sortent de l'Algérie. C'était un sentiment de fierté. Vous pouvez me garder éternellement, ça me finit sur les fronts. Je ne suis pas sortie le 22, je ne sais pas si je suis le 22, mais le 1er mars. Le Hirak, c'est le Hirak. الحراك وحدنا. الحراك هو ايضا امل لكل شعوب المنطقه. اشاك فوا نلحقوا نسيبوا من باريير بوليسيار نديروا دميتو نبدلوا طريق. اذا خرجنا ال 22 فيفري سي باسكو مونكي انورميمون دو شوز سينو سري با سورتي. المطلب الاساسي اللي خرجت انا شخصيا عليه هو تغيير النظام. النظام جدد نفسه عن طريق الانتخابات الرئاسيه وما زال ينظمها. السؤال اللي يطرح نفسه اليوم، هل غيرنا النظام؟ ريزومي سي اون كيسيون دو دينيتي. Parce que selon moi, avant le 22 février, nous n'étions pas considérés comme des citoyens. باش نلحقوا لهذا لوبجيكتيف لازم ندوزوا على ثلاث امور: استقلاليه تامه للقضاء، نحيوا كاع القوانين تاع الصوفيه حول التجمهر، القوانين تاع الصوفيه اللي كاينه البيروقراطيه فيما يخص الجمعيات، القوانين حول انشاء الاحزاب الجديده. شادين فيهم باسكو على بالهم باللي كي بدلوا هذه القوانين راح يصرى une émergence d'une nouvelle classe politique de façon tellement automatique que ma nfiqouch le tahrir kifash rah yisra. Wal matlab thalith kin haqqou zouj matalib loulin هي حرية الإعلام. أنا اللي يهمني هو الإعلام العمومي اللي رانا نخلصوا عليه في لاكيتونس تاع تريسيتي. المطالب اللي هي شرعية تاع الحراك فعلي أنا ما زال ما تحققتش. كون يحبس الحراك يحبس كلش. النظام هذا إلى جوي لا سيسيون إثنيك باش قدر ينقص من عدد المتظاهرين، لعب على ورقة خطيرة بزاف اللي نورمالمون هو اليوم راه متهم بالمساس بالوحدة الوطنية، لعب على الأساس العرقي. هي السبب الأساسي اللي حبسوني وقفوني عليه سيتي الراية الأمازيغية، تحقيق بلاصة أنا سو موندا ديبو. بيسك هذاك الراية الأمازيغية نرفضها من الأول من قبل الحراك، وعلى بالي بلي القانون ما يمنحهاش، وحتى لو كان يمنحها القانون بالنسبة لي راية ثقافية نرفضها لأنها تعبر عن الهوية تاعي. Rêverait d'une Algérie, d'un pays fort, souverain. Il n'est pas عايش بالشعارات ولكن بالشعارات الزائفة ولكن d'un pays qui produit, d'un pays qui participe au développement de l'humanité. ممكن تنجح ولكن لما تشوف ابناء قبيلتك وجيرانك او في حالة مزرية ما نظنش انه راك حققت النجاح. المهم انت جزائري تكون معنا اخويا العزيز في الحراك. الحراك بارتو لي مويا محبين يرجعوه باللي حاجة ماشي مليحة. On va fêter l'année تاع الحراك وين مازال لي زالجيريان يدخلوا الحبس على جال اتروبمون نو ارمي. عندها الحق في التظاهر ومازال ما جبناهاش. وهذا الشيء اسمه ما عندناش الحق في التجمع اصلا باسكو هذيك الجمعه اون اي توليغي. هو يخليك تخش باسكو راك غاشي. صافي دير كي نكونوا غير شويه يديروا فينا واش كانوا يديروا قبل 22 فيفري 2019. L'Algérie de la plateforme nationale, la primauté du civil sur le militaire, l'état de droit, l'état de liberté individuelle. Un pays où les droits de l'homme seraient respectés. وبالتالي انا بالنسبه لي تغيير النظام هو تغيير الدستور، اعلى قانون في الدوله، وتغيير الدستور لا يمكن القيام به بطريقه تشاركيه وديمقراطيه دون المرور عبر مرحله انتقاليه يتم تنظيم انتخاب مجلس تاسيسي. هل من المعقول اننا ما نحلموش اننا وي اسباير تو سمثينغ جريت؟ مازالني مؤمن تغيير يكون والجزائر تنجح وتروح بعيد ان شاء الله.